مشاهدي اليوم السابع، اهلا بيكم في لايف جديد من صاله التحرير. معاكم احمد جمعه محرر الشؤون الليبيه في الجريده. سرت والجفره خط احمر، ماذا يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الجمله؟ ولماذا مدينه سرت ولماذا قاعده الجفره الجويه هي خط احمر للامن القومي المصري؟ دور القبائل الليبيه في المشهد الراهن، الوضع في الهلال النفطي، العملية السياسية، موقف الشعب الليبي والقبائل الليبية من وصول مرتزقة ميليشيات. هنتكلم على كل التفاصيل دي مع الدكتور محمد المصباحي، وهو رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا. يا دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك في لايف من صالة التحرير اليوم السابع. مرحبا بكم لكل مشاهدي اليوم السابع. أهلا بك يا فندم، اهلا بك. لماذا سرت والجفره خط احمر للامن القومي المصري؟ ممكن حضرتك تشرح للمشاهد الكريم؟ اولا بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ما اولا نرحب بما بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي الزعيم العربي الذي لبى دعوه اهله في ليبيا من كل مكان لتحرير ليبيا من الغزو التركي الذي يجتم عنها خلال هذه الفترة، وبمعاونة تنظيم الحمدين في قطر والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي يريد الخراب للعالم أجمع. فالمقصود بمنطقة سرت والجفرة باعتبار الآن هي منطقة تواجد عسكري من الطرفين، وبالتالي من الشعب الليبي ومن القوات التركية ومن ولاها. وبالتالي الآن السيد الرئيس أراد إذا حاول التقدم أكثر، فليس لأهمية هذه المنطقتين الاستراتيجية فقط، ولكن ليعبر على أنه هذا أمر إلى الجلوس والعودة إلى اتفاق المبادرة المصرية التي عرضت اتفاق حل مشكل الليبي عبر الحوار. لو نتكلم تفاصيل أكتر يا فندم، خطورة سيطرة الميليشيات والمرتزقة على مدينة سرت بيتمثل في إيه؟ هو الخطورة ليس الخطورة في هذه المنطقة، هو الخطورة الآن متواجدة في كل المنطقة الليبية. الآن موجودين الآن في حقل السي 7 القريب من قاعدة الوطية، وموجودين في ينقبوا في النفط في البحر في المنطقة الإقليمية الليبية، وموجودين الآن يحاولوا السيطرة على منطقة أوباري التي يوجد فيها النفط بكثافة، ومنطقة الجنوب بالكامل. وبالتالي كل المنطقة الليبية ذات أهمية وذات استراتيجية باعتبار الأزمة الاقتصادية الآن التي تعيشها تركيا جراء هذا الحكم العثماني الذي جتم على قلوبهم. وبالتالي هم الآن بدل من صفر مشاكل إلى كل مشاكل في كل الدنيا، وبالتالي المنطقة الآن هي على صفيح ساخن، ولابد من حسم هذه المعركة لصالح الشعب الليبي أولا، ولصالح المنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية والمنطقة الدولية بالكامل. لماذا يريد المعتدين السيطرة على منطقة الهلال النفطي تحديدا؟ نعم، هو الآن ليس الرغبة في الهلال النفطي فقط، ولكن هو أيضا فتح الجبهة الغربية لمصر، وهو المخطط الصهيوني الذي ينفذه بالوكالة المشروع الأخواني بقيادة الرئيس التركي، الذي هو أيضا جزء من هذا التنظيم الذي يعمل على خلق بؤر فتن في كل الأماكن. من بعد ثورة 30 يوليو التي عادت للشعب المصري كرامته، واستعاد الشعب المصري فيها سلطة، و بعد جبهة الإخوان يريدون أن يدخلوا من بوابة أخرى وهي البوابة الغربية التي يريد تقديم الوطن مرة ثانية. نعم، قاعدة الجفرة الجوية وأهميتها، هي قاعدة عسكرية، أهم قاعدة عسكرية ليبية. الحدود الجنوبية مع دول الجوار من الجنوب حوالي 4000 كيلو أو أكثر، و1200 كيلو طول الحدود ما بين مصر وما بين ليبيا. لو سيطرت الميليشيات والمرتزقة على قاعدة الجفرة الجوية، هل هذا يشكل تهديدا على الجنوب الشرقي لليبيا، مدينة الكفرة تحديدا التي ترتبط بحدود مباشرة مع مصر، وأهمية القاعدة استراتيجيا؟ طبعا هو الآن بعد ما
والان يحتاج الى مجموعه خطوات اخرى ليتحرك منها الطيران المسير للضرب في مصر، للضرب في العمق المصري، للضرب في العمق السوداني. الان السودان الذي بدات تتحرر من هذا الكابوس، كابوس الاخوان المسلمين، لابد من خلق زعزعه جديده اخرى من خلال الدخول عبر الكفره الى اليهم، وعن طريق منطقه اجخره تحديدا الذي يبحث العثماني الى خلق قاعده جديده بها. منطقه اجخره التي تبعد 350 كيلومتر عن الحدود المصريه وهي منطقه ملاقات الحدود لهذا العمل، وبالتالي ما يحصل الان وما تفضل به السيد الرئيس امس هو تعبير حقيقي على شيئين، وهذا التاريخ يعود نفسه. هذا ما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذلك التاريخ عندما قال نحن ندعم الثورة الليبية ولا نطمع في خيرات ليبيا، تماما ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ورغم كل المحاولات التي بذلتها والتي لقت ترحيب دولي بكثير من الدول ما عدا الدول التي تدعم تنظيم الحمدين وتنظيم الأخوان المسلمين، ولكن مبادرة السيد الرئيس التي عقدت في القاهرة بحضور المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح وبحضور مجموعة كبيرة من السفراء الأجانب من الدول العظمى، وتبين ذلك من خلال الترحيب الدولي السريع خلال ساعات، كان ترحيب من الدول العظمى بالمبادرة المصرية، ولكنها لم تلقي استجابة هذه المبادرة. ثم حاول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الدبلوماسية المصرية ومن خلال الدبلوماسية العربية التي تشارك معه في هذا العمل بأن يكون وضحت الفكرة من الأسبوع الماضي أن يكون بكذا، ولكنهم زاد التعنت وهناك استمرار للتحشيد فرقطات في البحر وطائران F-16 في الجو، والأتراك الاستعماري التركي يجلب في المرتزقة من كل مكان يريد أن يتقدم للأمام. الآن يجمع في أكثر من 35 ألف مرتزق ليكون وين حيذهبوا هؤلاء؟ أين حيذهبون؟ إذن هناك مخطط، هذا المخطط له علاقة بالأمن المصري، بالأمن القومي المصري، بالأمن القومي العربي، بالأمن القومي السوداني والجزائري. سيعيد وضحت الفكرة العشر سنوات السود في الجزائر مرة أخرى. نعم، لو تسمح لي حضرتك، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مباشرة للقبائل الليبية، أنا آسف، الرسائل كانت واضحة ومباشرة. في حال طلب الشارع الليبي وطالبت القبائل الليبية بدعم من الدولة المصرية فمصر جاهزة. ما هي رسائل القبائل الليبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد رسائله بالأمس إليكم؟ نحن قابلنا بكل ترحاب رسائل السيد الرئيس، وقبلها نحن دعونا لتفعيل الاتفاقيات العربية ودعونا لتفعيل الاتفاقية الليبية للدفاع المشترك، واليوم إن شاء الله في المساء سيكون هناك بيان لمجلس مشايخ وأعيان ليبيا يؤكد على هذا العمل بحضور مجموعة من الأعيان والمشايخ من كل المناطق الليبية، وما تأخر في إصدار البيان إلا لأن الظروف التنقل وظروف الحشد فيها صعوبة بسبب الجائحة الكورونا العالمية وبسبب الظروف التنقل وبسبب عزل المنطقة الغربية في التنقل على المنطقة الشرقية. هناك قبائل مهجرة، هناك قبائل نازعة، وهناك قبائل كذا، وبالتالي في صعوبة في موضوع التجمع. لكن صدر بيان أمس على قبائل ترهونة، واليوم سيكون هناك بيان متكامل إلى كل مشايخ وأعيان ليبيا سيلقيه السيد الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، وبحضور السيد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، وبحضور مجموعة من الوجهاء والقبائل. ترحب بمبادرة السيد الرئيس، ونحن نقول للسيد الرئيس السيسي نحن نريد دعم للقوات المسلحة العربية الليبية، نريد تسليح القوات المسلحة العربية الليبية، نحن الليبيين منطويين من تحت مسمى يسمى القوات المساندة للقوات المسلحة، ويتضم أبناء القبائل الليبية من كل مكان وهم ملتزمين بالضبط والرابط العسكري. صحيح فندم، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر مستعدة لتدريب أبناء القبائل وتسليحهم. هل أبناء عمر المختار أخيرا مستعدون لحمل السلاح لتحرير بلادهم من الاستعمار التركي مثلما حدث مع المستعمر الإيطالي؟ الليبيون حروا لوحدهم أكثر من 93% من الأراضي الليبية، ولكن احتراما في المواثيق الدولية وفي الاتفاق الدولي الذي أراد أن ترجع القوات المسلحة
إلى الخلف لإعطاء فرصة للوفاق وللحوار، رجعت القوات المسلحة إلى خطوات الخلف، ولكن هذه الفرصة سمحت للمستعمر التركي أن يستيطن على مساحة كبيرة من الأرض ويبني القواعد. الآن يجهز في قواعده في وصراتة في 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 الوطية في كل هذه المناطق، والآن يبحث على الجفرة لضرب مصر، ويبحث على بنغازي، ويبحث على الحدود المصرية لخلق جبهة يجب أن تكون فيها هذه الجبهة واضحة. ونحن الآن الليبيين مصطفين مع قوات المسلحة، الليبيين في قبائلهم مع قوات المسلحة، ومع دعوة السيد الرئيس إلى تحرير ليبيا من الاستعمار التركي. متابعي اليوم السابع، دي كان رسائل من قبائل ليبيا، ده توضيح لماذا سرت والجفرة خط أحمر، وتأثير سقوط مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية على الأمن القومي المصري. الدكتور محمد وضح لنا ده، وضح لنا طبيعة التدخلات التركية وأهداف تركيا. دكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان مجلس المجلس الأعلى لمشايخ وعيان ليبيا، احنا بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات، على أمل تواصل مستقبلا. متابعي اليوم السابع عبر صفحتنا، انتظرونا في لايف على مدار الساعة حول كافة التفاصيل التي تدور المحلية والعربية والدولية. كنت معاكم أحمد جمعة، محرر الشؤون الليبية من صالة تحرير اليوم السابع. شكرا لكم.